بيكم في قناتنا الحكاية في كبسولة. كبسولة النهاردة هنتكلم فيها عن حكاية ميدوسا، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة. أكيد الفترة اللي فاتت سمعت عن اسم ميدوسا، وأكيد برضو شفت الرسمة دي في حتة على السوشيال ميديا مؤخرا. طيب مين هي ميدوسا وإيه حكاية الرسمة دي؟ ميدوسا هي شخصية أسطورية عند الأغريق، وكانت بتشتغل كهنة في معبد أثينا، وكان عندها جمال خارق ومش طبيعي، وجمالها ده لفت نظر إله البحر بوسيدن ووقع في حبها وقرر أنه يغتصبها. ولكن لأن أي ست تتحمق لجوزها قوي، أثينا إلهة الحرب اللي كانت مرات إله البحر بوسيدن وكمان كانت ميدوسا بتخدمها في المعبد، اختارت أنها بدل ما تعاقب جوزها المجرم قررت أنها تعاقب الضحية بدلا من الجاني، وحولت ميدوسا لامرأة ليها وجه قبيح وعلى رأسها تعابين كتيرة، وبعنيها تقدر تحول أي إنسان يبصلها الحجر. وبقت ميدوسا بعد كده من الشخصيات اللي بترمز للشر في التاريخ، لحد ما بيرسيوس ابن زوس قتلها وقطع رأسها ورحم العالم من شرها. طيب إيه علاقة الحكاية دي بالترند بتاع ميدوسا؟ ميدوسا بتعبر عن القهر اللي بتتعرض له ضحايا التحرش والاغتصاب بسبب لوم المجتمع المتكرر اللي بيفضل يبرر للجاني ويديله الأسباب اللي تخلي مقتنع إن الضحية هي اللي جنت على نفسها، وإن الجاني يا حرام ضحية وما يستاهلش إنه يتعاقب. فبقت البنات اللي تعرضت للتحرش بتاخد رمز ميدوسا علشان تعبر بيه عن ألمها والقهر اللي تعرضت له، ومهما كان لبس البنت مفيش حد يحقله إنه يبصلها، لأن كلنا مأمورين بغض البصر، وكمان ديننا أمرنا بأن نسائنا تكون محتشمة. في النهاية الموضوع عبارة عن ميزان ما بين اللبس الصح وما بين غض البصر، وكل الدعم لكل واحدة تعرضت لحاجة شبيهة. ومعلش رسالة إضافية للأهالي، لا قدر الله في موقف زي ده دورك أب أو أم أنك تدعم بنتك وتحتويها، سواء كان الدعم ده أنك تشجع أنها تروح لدكتور نفساني لو تطلب الأمر، لأن للأسف في بعض البنات لما يتعرضوا لموقف زي ده بينتحروا من غير مبالغة، أو ممكن يكون دعمها إنك تجيب حقها من القذر اللي عمل كده، لأن المجرم ده لو ما تعاقبش وارد يعمل كده تاني مع بنتك أو مع أي بنت تانية، لكن لما يتعاقب هيخاف يعمل كده مرة تانية مع أي حد. وكانت دي حكاية ميدوسا، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة. استنونا في الفيديو اللي جاي. كانت معكم منار أحمد، سلام. يا شباب، مفيش شيء يبرر ان واحد يتحرش بواحدة، سواء كانت محجبة، نص محجبة، تلات ارباع محجبة، ربع محجبة، تمن محجبة، بخمسة جنيه محجبة، من غير حجاب، ماشية عريانة، بترقص في الشارع بقميص نوم. كل اي فعل تحرش بواحدة حرام، بل مجرد النظرة لواحدة حرام، سواء محجبة ولا مش محجبة. الكلام ده واضح؟ نفس الموضوع في التحرش، واحدة ماشية لابسة ملابس تفضح الدنيا كلها، وملابس ما ينفعش تطلع بيها بره أوضة النوم، وعارفة ان هي الهدوم دي بتثير غرائز الشباب، والراجل طبيعي بيبص على اول حاجة في الواحدة لبسها، بيشوفها ملفت ازاي وبيبين جسمها ازاي، دي غريزة جوانا محدش بيقول انها مش موجودة. طيب هو شاف الحاجات دي والمنظر الجميل دوت، فهو حاجة من الاثنين، اما ان هو يكبت او يكبح هذا الشعور ويتقي الله كما امره الله ويغض بصره، ده راجل محترم، او ان هو يطلق لنفسه العنان ويطلع يمشي ورا الست دي ويحاول بقى يغتصبها ولا يتحرش بيها ولا ياخدها في اي خرابه ايا ما كان بقى اللي هيعمله، مش سودانتنا يعني، يبقى ده راجل ليس محترم وخالف الشرع الشريف. ايوه بس الست دي مقصره، انا عارف ان هي مقصره وعارف ان هي غلطانه وعارف ان لبسها ده كان سبب في اثاره غريزه الانسان ده، لكن هذا السبب وهذا اللبس مش مبرر، مش عذر، لا يعطي العذر ولا يرفع المؤاخذة عن الأخ المتحرش في فعله. هل الكلام واضح ولا في لسه حاجة مش واضحة؟